كشك شوبه 19/5/2014 خارج طيران الحرب على حي شوبه الدمشقي. الله اكبر الله اكبر. استهداف القارات الشبيهة في دمشق استكمالا لعملية اعناق الاجناد. الله اكبر ولله الحمد. آثار الدمار في منازل المدنيين في بلدة المليحة. الله أكبر الله أكبر. دارية 19/5/2014. الله أكبر دارية 19/5/2014. بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دبابات الجبل الإسلامي تك عصابات الأسد المتمركزة في قرية الشيخ نجار للدبابات. الله أكبر الله أكبر والعزة لله. تبه حي الوعر. قصف عنيف يستهدف منازل المدنيين في حي الوعر من قبل عصابات بشار الأسد. الوار عصابات الأسد تقوم بإحراق بساتين حي الوار. الله أكبر أبطال لواد عيد الجنود يقومون بتصدي الطيران. الله أكبر استهداف طيران هبوط المضاد 23 من قبل أبطال لواء توحيد الجنوب. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. غارة جوية من طيران الميك على مدينة نوى، الغارة السادسة على التوالي. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. الله أكبر مدينتنا والطيران المروحي فوق سماء مدينتنا والآن الله أكبر ويقوم بإلقاء برميلين. الله أكبر الله أكبر. دير الزور قصف مدفعي يستهدف حي الحميدية من مدفعية الجبل 19/5/2014. دير الزور قصف مدفعي يستهدف حي العرفي 19/5/2014 بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد 19/5/2014 المكتب الإعلامي لمجلس قيادة الثورة في حماة. جبل الزاوية غارة جوية Thank you.